مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب. الحلقة دي حلقة مختلفة، حلقة مميزة، لأنه كمان فيها بيشرفنا ضيف غالي جدا على البرنامج، وكمان خادم من الخدام المعروفين في قناة الحياة، وهو الأخ وحيد معد ومقدم برنامج الدليل على قناة الحياة. أخ وحيد، بنسعد بوجودك ويشرفنا وجودك معنا في هذا البرنامج. شكرا لك دكتور أشرف، ربي يبارك حياتك، شكرا للدعوة، وأنا بيشرفنا أكون موجود معك في البرنامج، وكمان برحب بكل مشاهدي برنامج عبر الكتاب، ربي يبارك حياتكم جميعا. أشكرك أشكرك. طبعا الأخ وحيد يعني غني عن التعريف، كلنا عارفينه، بنتابع برامجه على قناة الحياة، وأشهرها طبعا برنامج الدليل اللي بقاله سنين. كم حلقة في برنامج الدليل؟ دلوقتي بنعمة الرب 723 حلقة. 723. احنا الاسبوع الجاي هيكمل 500 حلقة في عبر الكتاب. مبروك. فالنهاردة 499. الله يخليك. الرب يباركك اخ وحيد. شكرا. موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا، موضوع يعتبر من اساسيات الايمان المسيحي، بل بدونه لا يوجد ايمان مسيحي على الاطلاق، وهو لماذا الصلب والقيامة، صلب المسيح وقيامة المسيح. وإحنا في أجواء الصلب والقيامة، أنا عارف يمكن الكنيسة الغربية احتفلت بقيامة المسيح من 3 أسابيع، لكن الكنيسة الشرقية لسه فضل لها كمان 3 أسابيع. كويس. فما زلنا في الأجواء الذكرى صلب الرب يسوع وقيامته، فكويس ان احنا ناخد حلقة عن لماذا الصلب والقيامة، ونتكلم عن حتمية الصلب. وعشان كده انا بشجع حضراتكم لو عندكم اي اسئلة متعلقة بصلب المسيح وبقيامة المسيح، يسعدنا طبعا ان احنا نستقبل اسئلتكم ومداخلاتكم، وانا والايميل موجود على الشاشة كمان، والتليفونات موجودة على الشاشة، فيمكنكم التواصل معنا، ويسعدنا وشرفنا ان احنا نرد على اسئلتكم وعلى استفساراتكم. هبدأ اخ وحيد بسؤال مهم جدا، لماذا كان الصليب ضروري؟ يعني ايه هي حتمية الصليب؟ يعني اللي احنا بنعتبر الصليب هو اساس الايمان المسيح، او زي ما بيحطوا المفسرين على انه الصليب هو روح المسيحية، لو بدون الصليب يبقى جسد ميت بدون روح. فهل كان الصليب ضروريا؟ هل كان ضروريا؟ بكل تأكيد الصليب حتمية، وبنشوف انه الكلام ده نبر عليه الرب يسوع المسيح نفسه في يوحنا 3 لما قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي يعني حتما ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، وكمل الآية المشهورة طبعا هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ليه حتمية الصلب؟ ليه المسيح نفسه تكلم عن حتمية الصلب هنا؟ لأنه في الصلب يتم الفداء، فداء الإنسان. وليه فداء الإنسان؟ وليه ربنا ما يقولش للإنسان أنا غفرت لك خطيتك كده وخلاص، بلاش الموضوع ده كله من أوله لآخر. وأعتقد ده سؤال مشروع طبعا، وهو سؤال مطروح، لأنه الناس بتعتقد أنه الموضوع هو قضية غفران خطية. طيب أنا هفترض أنه ربنا قال لآدم أنا غفرت لك خطيتك، لا، هو في ما هو أكبر من مجرد غفران خطية، وهو الموت الذي دخل إلى طبيعة آدم. فأصبح آدم ميت. ميت مهما عاش من العمر أصبح مجرد وقت، وسيموت آدم لأنه كسر وصية ربنا، فالموت دخل إلى طبيعته، وبالتالي أصبح هناك حتمية لخلاص آدم. لأنه ليس من حكمة الله ومحبة الله أنه يترك الإنسان اللي هو خليقته وصورته على الأرض، وبالتالي كان لازم من خلاص الإنسان، لكن خلاص الإنسان لا يتم على حساب عدل الله،
فلا بد ان يكون في عدل. ايوه. وطبعا الموضوع كبير لو حبيت استرسل فيه، لانه المسيح لما دخل عالمنا، دخل اطار عالمنا، دخل ماخذ طبيعتنا، وبالتالي حينما علق ذاته، لانه بارادته الصلب حصل، صحيح كان في ايادي علقته، لكن بارادته الذاتيه، علشان كده قال كما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع. هنا ارتفعت البشرية في المسيح، كل البشرية رفعت في المسيح. فصلب المسيح ومات المسيح ودفن المسيح وقام المسيح، كل ده عمله نائبا عن كل البشرية بمحبته الأزلية. البعض بيعترض طبعا على الصليب، بيقول لنا أنه يعني انتوا حبيتوا تعملوا اطار لاهوتي لموت المسيح. يعني الاطار اللاهوتي ده ما كانش موجود، هو ده بحسب فكرهم. فلما مات المسيح علشان تطلعوا من أزمة انه ليه مات، فاخترعتوا فكرة انه المسيح يبقى فكرة لاهوتية، انه المسيح مات من اجل خطايانا، مات علشان يبررنا، مات علشان يبقى كفارة نيابة عنا. لكن المسيح نفسه ما ذكرش انه موته هيكون موت كفاري، ده حسب الادعاء. وانا عارف انه ادعاء غلط يعني، بس الفكرة انه احنا النهاردة موجودين نرد على بعض هذه الادعاءات الخاطئة اللي بتدعي انه الفكر اللاهوتي عن الصلب والفداء مش فكر المسيح، ده فكر الكنيسة بعد كده لما جات. الحقيقة ده الفكر ده، العقيدة دي خلينا أقول بتعبير أدق، هي موجودة من العهد القديم. أي. لأنه إحنا لو رجعنا لإشعياء كشات سيق عقيدة الفداء، عقيدة الفداء يعني هي دي نبوءات عن المسيح، وهنشوف المسيح ما الذي قاله. كشات تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيه لم يفتح فه. ولما يقول عن الآب سر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يعني المسيح له كل المجد في المشورة الأزلية، هو ذبيحة إثم. ذبيحة إثم يعني ذبيحة تقدم من أجل أثام الناس، من أجل أثام البشر. وذبيحة الإثم أثقل من ذبيحة الخطية كمان. وبالتالي هذه نبوءات موجودة في العهد القديم، وبكر النبوءات في تكوين 3 لما بيقول للشيطان وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. فإذا سحق رأس الحية ليه؟ وما معنى سحق رأس الشيطان؟ ومن الذي يستطيع من كل البشر أن يسحق الشيطان؟ وكيف سيسحقه؟ هذا عبر النبوات بتعرف انه السحق سيتم من خلال الفداء والكفارة. يأتي المسيح له كل المجد، يتكلم في عشرات الآيات في الكتاب المقدس، في العهد الجديد تحديدا في الإنجيل المقدس، متى مرقس لوقا يوحنا. يتكلم عن حتمية انه هيتصلب، ويقول أنا في الآية اللي ذكرتها دلوقتي وهي آية شهيرة، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. الحياة الأبدية لن تكون إلا من خلال الكفار المسيح. بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم إلى أيدي البشر. طيب ده ما هو المسيح بيتكلم كده. فإذا حتمية الصلب وكلام المسيح عن الصلب في آيات هذا عددها في العهد الجديد هي تملأ صفحات الإنجيل المقدس. وبالتالي من الغريب أنه الشخص يدعي أنه لا، أنتوا عملتوا الصليب بعد الصلب. لا قبل الصلب في عشرات الآيات في العهد الجديد وعشرات النبوءات في العهد القديم. يعني أنت زي ما حضرتك ذكرت أنه بداية من تكوين 3:15 اللي بنسميها الإنجيل الأول. أيوة. يعني مزبوط. ده أول إنجيل. صحيح. بشارة سارة. صحيح. عن إنه الإنسان الذي سقط وأخطأ، هذا الإنسان له فداء وله خلاص في المسيح. وحتى اليهود الأوائل فسروا هو على إنه المسيح. أيوة مزبوط. يعني التفسير الآبائية لعلماء اليهود
تلمود وغيره لما بتيجي عند النص ده تقول هو المسيح صحيح يسحق رأسك. وطبعا العهد القديم مليان بالنبوات المتعلقة بمين هو المسيح، ايه هي رسالته، ازاي هدخل العالم، ايه هي خدمته لما يدخل العالم، ايه هو الفداء اللي هيصنعه، هيتولد فين، هيتولد من مين. يعني كل التفاصيل دي اتكلم عنها العهد القديم، واليهود كانوا منتظرين مجيء المسيح. صحيح. كويس. يمكن تصورهم ركزوا على جانب واحد وسابوا جانب مهم آخر، وعشان كده رفضوه. لكن ده لا يلغي أبدا حقيقة العهد القديم اللي بيتكلم عن المسيح وعن مجيئه لفداء الإنسان. تمام. خلينا أعلق برضو على الحتة دي، أنه من يدعي هذا الادعاء هو واحد من اثنين. إما لم يقرأ الإنجيل المقدس وهو سميع، وما أكثر السميعة في هذه الأيام، بيسمعوا بيرددوا أي كلام، ينقل من صفحة ويجي يعمل لك كوبي بيست، أو هو عارف وفاهم ولكن محاولات تشويه للعقيدة المسيحية أو للكتاب المقدس، وأنتم مجرد عملتوا هذا اللاهوت حول شخصية المسيح وحول الفداء وحول الكفارة إلى آخره. لكن حقيقة من يدرس باهتمام نور المسيح يشرق فيه، وتلاقيه على طول هو يعني أخذ استنارة داخلية، وربما هذه الاستنارة تقود إلى معرفة يعني المسيح وتبعية المسيح. وأهمية الصليب بنجدها في الأناجيل، مجرد أنك تقرأ الأناجيل، يعني لما نقرأ متى ومرقس ولوقا ويوحنا، أكثر من 40% من محتوى الأناجيل، 40% أيوة، مخصص للأسبوع الأخير. صحيح. فلو كان الأسبوع الأخير في حياة الرب يسوع ليس له قيمة، طب ليه الأناجيل خصصت لي يعني نصها تتكلم؟ مزبوط. يعني أنا عديتهم بالآيات، كانوا حوالي 618 آية في الأناجيل بتتكلم عن الصلب. بتتكلم عن الصلب. صحيح. يعني مفيش حاجة في حياة المسيح خدت الكم الهائل ده من التركيز. يعني مثلا ميلاده بنجد أصحاحين في متى وأصحاحين في لوقا. كويس. خدمته بنجد كام أصحاح في متى ومرقس ولوقا والمعجزات بتاعت يوحنا. لكن لما الوعظات اللي قدمها المسيح، الموعظة على الجبل، الموعظة على جبل الزيتون، لكن تيجي الكم الهائل، نص الأناجيل أولموست مخصص لي الكلام عن الأسبوع الأخير. يعني حتى إنجيل يوحنا مقسوم نصين، عمل المسيح وفداء المسيح، يعني معجزاته وبعدين فداء. فبتلاقي انه الصليب مركزية، حتى فكر التلاميذ هو مركزية. صحيح. لما كتبوا الأناجيل مركزية. صحيح. ركزوا على الصلب، شاهدوا بعيونهم ولمسته أيديهم من جهة كلمة الحياة زي ما قال القديس يوحنا. فأنا عايز أقول يعني الأسبوع الأخير عشان الناس برضو ممكن الأحباء المسلمين مش عارفين، هو أسبوع الصلب، هو المؤامرات التي حيكت من ساعة دخول المسيح إلى أورشليم، الدخول المظفر الرائع ده، وبدأت هنا المؤامرات إلى أن علقوا المسيح على الصليب. أيوة. بإرادته ولازم لسلطان أن أضعها. أيوة. ولسلطان أن أخذها أيضا. تمام. يس. فهنا إذن التركيز لما بتشوف الأسبوع الأخير، صحيح بتلاقي الكم هذا الأصحاحات في الإنجيل المقدس متى مرقس لوقا يوحنا ماخذ هذا البعد وهذا الكم. فبالتالي لا يمكن أنه التلاميذ يطلعوا عايزين يبشروا الناس بالمسيح المصلوب. أيوة. هي دي فكرة أصلا كانت ضد الثقافة الموجودة في ذلك الوقت، وهي الثقافة اليونانية المنتشرة في كل العالم. إزاي بتبشر بمسيح مصلوب؟ وطبعا القصة لم تنتهي عند الصلب، ربما نتعرض للحتة أكيد. دي لأنه الصليب بدون القيامة المنطق كمان بيأكد لنا حاجة مهمة قوي. اليهود الصلب عندهم عار ملعون طبعا. كل من علق على خشبة. أيوه. ورومان
الصلب ده ضعف وواحد يعني بيعتبروه أقل من إنه كونه إنسان. أيوة. فهل هل هل من ال هل يعقل هل يعقل إن التلاميذ يخترعوا حاجة مرفوضة من اليهود مرفوضة من الرومان؟ يعني وأضحوك بالنسبة لليونانيين. بالظبط الفلسفة. بالظبط يعني هو قال إنه عثرة لليهود وجهالة بالنسبة لليونانيين. صحيح. فإزاي يعني أنا لو هخترع حاجة أو اخترع علامة أفتخر بيها مش هخترع صلب. صحيح. يعني عمرها ما تيجي على بالي إن لم يكن الصلب حقيقة. يعني فحتمية أو حقيقة تاريخية الصلب هي اللي جعلت الصليب هو شعار المسيحية. أمين. صحيح صحيح. أنا عايز أعلق على الحتة اللي حضرتك ذكرتها إنه علامة مرفوضة. الصليب عار عند اليهود ورغم ذلك روح المسيح غير المشهد تماما. طبعا علقوا المسيح على الصليب وعلقوا معه للصين عشان يقولوا ده زيهم أحصي مع أثمة. ودي نبوة في إشعياء 53 أحصي مع أثمة. فعايزين يشوهوا قضية المسيح. روح المسيح غير هذا المشهد من الضعف والعار إلى القوة. بالزبط. عشان كده الأحباء المسلمين ما بيفهموا إيه الصليب ده. الصليب إزاي أنتوا يعني قابلين إنه يصلب المسيح على الصليب يوهان. مثلا لكن هو مش فاهم إنه في الصليب سحق المسيح الموت بالقيامة بعد ذلك من الموت. فالصليب ذل المسيح فيه الشيطان مش العكس. ولم يكن الصليب مفاجأة للمسيح. فإذا بالرغم من أنه كان أضحوكة لليونانيين اليونانيين آمنوا بالمسيح بعد ذلك طبعا وأصبحت كنيسة قوية جدا. كان بالنسبة للرومان الرومان آمنوا بعد ذلك بالمسيح. اليهود هم البذرة الأولى اللي نشرت المسيحية في العالم كله. والكنيسة الأولى كانت 3000 نفس كانوا يهود كلهم. ده أنا كمان أكيد حضرتك تعرف أنه لحد سنة 120 ميلادية كل أساقفة العالم يهود. كانوا يهود ما فيش حد برا. طبعا بعد كده ابتدى يكون في أساقفة أساقفة القادة يعني بتوع الكنيسة يمكن ما يعرفوا الأحباء المسلمين الجزئية دي. كمان حتة ملعون اللي حضرتك ذكرتها. المسيح وحضرتك أستاذي في الحتة دي يعني بس أنا أحب الكلمات أحسن تكون مش واصلة. حمل اللعنة لأجلنا ليس هو ملعون في ذاته لكنه لأنه علق على خشبة حمل اللعنة لأجلنا. بس إيه حمل اللعنة وداس اللعنة وانتهى منها تماما. فما عادت هناك لعنة على المؤمنين بالمسيح لأن المسيح غطانا بدم الكريم. أيوه. وخلاص انتهت اللعنة. فإذا لما يجي يقول لك ده بيقول لك ملعون على خشبة ده أنت مش فاهم. أنت مش عارف أن المسيح لما علق على الخشبة حمل اللعنة نيابة عنك. الفرق إيه؟ الفرق أنه اللعنة فينا إحنا لخطايا عملناها فكل من كسر الناموس ملعون وكل البشر كسرين الشريعة فأي واحدة منها هو ملعون. لكن المسيح الكامل حمل اللعنة لأجلنا وسحقها وداسها. أيوة. إلى الأبد. هذه الفرق. دي نقطة مهمة أوي. لأنه بيبين لنا قداسة المسيح. أمين. بيبين لنا مين هو. أيوة. لما نتكلم على شخصه إحنا بنتكلم على كلمة الله المتجسد. أيوة. الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش. وأنه المسيح صلب ليس لأجل ذنب فيه. أيوة. يعني لم يصلب المسيح لأجل ذنب فيه. يعني حتى اللص اللي كان معلق قال الحقيقة دي. إحنا عن جرم إحنا عن استحقاق. أما هذا فلم يفعل. فبالتالي هو زي ما قالت عنه النبوة في إشعياء 53 كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا. صحيح. فهو حمل آثامنا وأوجاعنا تحملها. أمين. أنا عايز أقول برضو معلومة للأحباء اللي بيسوقوا ويتبنوا هذا الإدعاء أنه أنت عملتوا الصليب وأنتوا هو الحقيقة أنت مش واخد بالك أنه الصليب لو كان فبركة العهد القديم لن يقبل هذا الأمر. ولو كان العهد القديم النبوات مش حقيقية إزاي تحققت في العهد الجديد.
انت مش واخد بالك انه كل آيات الكتاب المقدس مترابطة ومتلاحمة مع بعضها، بحيث انه كل آية بتزكي الاخرى. الناس دي مش جات في بعد مثلا اشعياء قرن كام؟ من قبل الميلاد؟ اشعياء كان في القرن السابع قبل الميلاد. طيب يس. سابع قبل يعني. الميلاد ما يجيش قرن سابع قبل الميلاد يقول كلام يتحقق بعد 700 سنة ويكون مجرد فراغ، يعني مجرد كلام. انت عارف يعني استاذي حضرتك عارف الحتة دي انه اشعياء هو انجيلي بالضبط. اشعياء انجيلي يعني سفر انجيلي بيحكي وكأنه امام الصليب يحكي ما رآه في صلب المسيح له كل المجد. ده حقيقي يعني حتى الـ يطلق على اشعياء مش بس اشعياء الانجيلي، لكن اشعياء 53 انا عندي كتاب انجليزي كده مكتوب عليه The Gospel According to Isaiah 53. الإنجيل بحسب أشعياء 53. حلو رائع. لأنه أشعياء النبوة بتاعته تخطت الزمن. صحيح. وزي ما حد من المفسرين قال وكأن أشعياء جالس تحت الصليب يكتب ما يراه بعينيه عن المصلوب ولماذا صلب. يعني الصوره النبوه ازاي الروح القدس خده الى 700 سنه قادمه يعني. عشان كده ده ينقلني الى نقطه مهمه انا باطلق عليها خرافه عدم صلب المسيح. يعني واقول ليه انا باطلق عليها خرافه. الخرافه او الميث هي عباره عن اسطوره ليست تاريخية كويس، ملهاش أي أساس تاريخي وتعتبر رواية الناس بترددها. فلما أجي إلى الإسلام أنا بقول بسميها أسطورة إسلامية عن عدم الصلب. ليه؟ لأنها رواية ليس لها سند وليس لها إثبات ولا يمكن إثباتها لا تاريخيا ولا نصيا ولا اي حتى منطقيا. صحيح. يعني ومعلش انا قلت التعبير ده الاسبوع اللي فات، قلت البلطجه الاسلاميه بتحاول انها تفرض ده علينا. يعني تقول له طب اوكي احترم عقلي واديني اسباب ليه المسيح لم يصلب، اديني براهين، يقول لك هي كده هو كده اتقال كده وبقى احنا بنقبلها كده. صح؟ للأسف ده المنطق الإسلامي. يعني خليني أقول إنه دلوقتي تلاميذ المسيح ناس كانوا شايفين الصليب حتى الرسل بالمناسبة قاعدين في عصر المسيح شايفين الصليب قدامه. طيب هل منطقيا دلوقتي بعيد عن أي شيء هل أصدق المعاصرين اللي شافوا بعيونهم ولا أصدق شخص بعيد في جزيرة العرب لم يرى أي شيء وبيكتب إنه ما قتلوا ما صلبوا ولكن شبه لهم؟ أقول لك التلاميذ هربوا. التلاميذ هربوا في بستان جثيمان. أيوة. لكن إحنا عندنا بعد ذلك تتبعوا المسيح ومنهم بطرس ويوحنا كان عند الصليب طبعاً. طبعاً. والبقية لأن اليوم كان إجازة عطلة فالكل كان موجود بيحضر الصليب. بالضبط. فإذا الهروب كان في بستان جثيماني وليس عند الصليب. دي نقطة. النقطة الثانية عن إنه البعد المسافة حد في جزيرة العرب بيجي يقول لك ما صلبوه، لا هو عايش في العصر وجاي بعد 600 سنة. حتى على المستوى العلمي خلينا بعيد من أي شيء. لما تيجي تشوف مؤرخ بتشوف الأقرب للحدث عشان هو اللي بيأرخ لك. بالزبط. ده كمؤرخ. طيب احنا متكلم عن وحي مقدس وعن تلاميذ ارسلهم المسيح وماتوا استشهدوا جميعا من اجل الرسالة دي. اي. اللي شافوها وسمعوها ما عدا يوحنا الحبيب اللي هو نفي الى جزيرة بطمس. في هذه الخرافة عندنا مشكلة تانية كبيرة جدا. لما بنسأل الاحباء المسلمين يعني ايه شبه لهم؟ يقول لك انه خلع شبه المسيح على يهوذا او شخص اخر. والاغلبيه بيقولوا يهوذا الخاطي. اوكي. طيب واخذوا هذا اليهوذا
افتكروه هو المسيح وصلبوه على الصليب, هم فاكرين ده المسيح. طيب دي كارثة اللي انت بتقوله ومش واخد بالك. ليه؟ لانه اذا كان الهك, مين اللي هيقدر يعمل الشبه ده غير الهك؟ اخذ هذا الشبه, شبه المسيح على يهوذا واخذوه صلبوه, والتلاميذ فاكرين ده يهوذا تلاميذ المسيح, وخرجوا يبشروا العالم بخدعة عملها هذا الاله. ايوه, ووصلت البشارة لكل الناس والكل آمن بصلب المسيح وقيامته, وفي الحقيقة هي خدعة من هذا الإله. طيب مين المسؤول هنا؟ تبتيجي لي أنا؟ الله هو المسؤول. الله إلههم هو المسؤول في هذه الجزئية. طيب بتيجي تقول أنا كافر لأني بؤمن بالصلب, أنت احسبها في عقلك كده, أنا سأحاسب هذا الإله لأن هو الماكر وهو الخادع المخادع وهو اللي أضل الناس. فأنا لجي أجيبه وأحاكمه, أقول له أنت خدعت البشرية, جاي تحاكم البشرية بعد 600 سنة, أقول لهم أنتوا بتؤمنوا بصلب ما حصلش طبعا. يبقى أنت اللي عملت هذه الخدعة وأنت المسؤول عنها. يعني خليني أخد بعد آخر. تفضل. امشي مع الكذاب لحد الباب. لحد الباب. كويس, همشي مع الكذاب لحد الباب. عايزني اقتنع انه المسيح لم يصلب وانه رفع. طب ممكن تقدم لي مين شافه لما الشبه اتشال من عليه واتحط على واحد تاني؟ ممكن تقدم لي مين اللي شافه لما رفع؟ ما هو انت هتقول رواية صحيح, يبقى تقدم لي الدليل. صحيح, كويس صحيح. هل عندك دليل انه واحد اتنين تلاتة عشرة شافوه لما رفع قبل الصلب؟ ومين هم دول؟ ومين هم دول يعني؟ ولا الدليل زي ما احنا تعودنا قالوله فقالوله قالوله نقل قالوله فوصلت الحكاية زي ما كده. قدم لي الدليل. صحيح. انت جاي النهاردة تقول لي المسيح لم يصلب ولم يرفع, انا اتحداك اليوم انك تذكر لي اسماء من شاهدوا المسيح يرفع, وتذكر لي أسماء من شاهدوا المسيح ينقل شبهه إلى شبه آخر. وإلا تبقى أنت كذاب وأبو كل كذاب. صحيح. يعني صحيح. يعني ولا تحترم عقل الإنسان. صحيح. يعني احنا عندنا لما بتكلم عن الصلب بيتكلم عن المكان, الزمان, اللي شاهدوا, اللي قاموا بالجلد, اللي حكموا بالصلب, المحاكمات اللي مر بيها المسيح, ومين قال ايه واتقالت امتى ورد عليهم ازاي, ومين اللي كان موجود عند الصليب, والعساكر الرومان قالوا ايه, واليهود قالوا ايه. عندنا كل البراهين دي وفي نفس ورافضها وتقول لي لا رفع, ومش قدم لي واحد شاهد واحد على انه المسيح فيعني يا انا حابب اقول اللي انت قلته ده مرة تانية. يعني انت ما عندك دليل, الاحباء المسلمين انتوا ما عندكم اي دليل. أيوة. هي كلمة اتقالت يتيمة في القرآن, ما قتلوه ما صلبوه ما شبه. لو انا سألتك فين عيسى ده كان بيخدم في بيتكلم بيبشر في اي دولة, انت ما عندك الاسم المكان, ما عندك اهم سؤال انا سألته من يمكن 17 سنة الى الان لا اجابة. قرآنيا لماذا أراد اليهود صلب المسيح في الكتاب المقدس؟ واضح, حسد أله نفسه, ادعى أنه الله. يس بالضبط, ده واضح حتى في المحاكمة بتاعت المسيح في المجمع وعند الصليب قال هو ابن الله فلينزل. طب انت ما عندك أهم سبب لماذا أرادوا صلب المسيح, اديني السبب الحقيقي قرآنيا. هو بيكره اليهود, يقول لك اليهود وحشين, اليهود وحشين الأنبياء. ماشي, لكن كل نبي كان عندهم سبب في انهم قتلوه. المسيح قتلوه حتى السبب مذكور. اعطينا السبب قرآنيا, ده رقم واحد. في المقابل تعال انا اديك الأدلة اللي حضرتك ذكرتها. عندي نبوات من العهد القديم كثيرة جدا. عندي الرب يسوع المسيح نفسه تكلم عن حتمية صلبه مرات كثيرة جدا. طبعا. يس.
عندي أين تم القبض على المسيح؟ بستان جثيماني. من الذي تآمر على المسيح؟ يهوذا مع رؤساء الكهنة. كيف تم القبض على المسيح؟ إلى من ساقوه أولا؟ حنان رئيس الكهنة، قيافة، بعد كده المجمع اليهودي، بعد كده بيلاطس، بعد كده هيرودس، بعد كده بيلاطس. ده تفصيل. بعد كده عندي تم جلد المسيح، بعد كده عندي تم تحميل المسيح الصليب ليذهب إلى الجلجسة. عندي في السكة في الطريق تعب المسيح فحمل الصليب سمعان القيرواني بالاسم. عندي بعد كده تم صلب المسيح في أي وقت؟ من الذي صلب مع المسيح؟ ومن الذي كان تحت الصليب عندما كان الصليب مرفوعا؟ يوحنا وأمه العذراء مريم أم المسيح. ثم بعد ذلك من الذي جاء وطلب من بيلاطس أن يستلم جسد المسيح؟ وماذا قال المسيح على الصليب حتى؟ وماذا قال المسيح على الصليب؟ شكرا. سبع يعني جمل مشهورة على الصليب بالزبط. قالها. وعندي من الذي طلب جسد المسيح؟ بالضبط. وتحط فين؟ يوسف. وشاركوا بالاسم نيقوديموس. راحوا دفنوا المسيح. أين دفنوه؟ المكان موجود. النسوة كانوا ينظرون أين دفن المسيح. بالزبط. عندي ختم القبر. اليهود ذهبوا إلى بيلاطس وقالوا له هذا المضل قال أنه بعد 3 أيام سيقوم، فأمر بضبط القبر. ضبطوا القبر وختموا الحجر. عندي في اليوم الثالث القيامة. وعندي هروب الحراس اللي كانوا حارسين القبر وذهابهم إلى رؤساء الكهنة. وأخذوا رشوة، قولوا جاء تلاميذه ليلا وسرقوه ونحن نيام. عندي قيامة المسيح، وعندي كم كبير من ظهور المسيح بعد الصلب والموت. بعد القيامة لعدد كبير جدا جدا، أكثر من 500 أخ أكثرهم باقي إلى الآن. دي آية في الكتاب المقدس. كل ده وغيره وانت عايز نؤمن بنص يتيم بيقول ما صلبوه ما قتلوه ولكن شبه له؟ ليه؟ ما هو المنطق في هذا الكلام؟ لا منطق، مفيش منطق. طيب في مداخلة أخدها وأرجع. أبو مهند من الأردن. ألو، مساء الخير. مساء النور أخ أبو مهند، كيفك؟ الحمد لله. يا ترى عندك مداخلة في الموضوع؟ مداخلة بسيطة وسؤال. طيب تفضل. السؤال المداخلة تقول هناك رمزان في الكتاب المقدس، ورد رمزان في الكتاب المقدس، قوس قدح وصليب. الصوت مش واضح أخ أبو مهند. طب ادينا السؤال. السؤال ماذا يحصل لو رفضنا هذا الحق الإلهي؟ إن الله أعطانا حرية الاختيار. أشكرك أخ أبو مهند، شكرا لك. شكرا. شكرا. الرب أعطانا طبعا حرية الاختيار لكي نختار بها. هانذا وضع أمامك الحياة والموت، فاختار الحياة لكي تحيا. طيب يعني المسلم غريب. هو مسكين، هو ما عندهوش أدلة. فتيجي تقول له قدم لي أدلة، يعمل إيه بقى؟ يقول لك أصله المزامير. تعرف الموضوع ده. المزامير تنبأت عن نجاة المسيح. يعني الحلقة اللي فاتت خدت عن مزمور 91. لذلك رفعه الله، ويعني إنه أنجيه وأرفعه لأنه عرف اسمه. بالضبط. فقال لك أهو أنجيه وأهو أرفعه. قلت له لا، هي هنا نجاة ولا هي رفعة. المزمور ده مزمور مختلف خالص عن المزامير المسيحية. فإيه رد حضرتك على الطرق المبتكرة اللي بيخترعوها لكي ما يجيبوا على يخرجوا من الأزمة اللي عنده؟ هو الشيء الملاحظ والقاسم المشترك أن الأحباء المسلمين لما بيروحوا للكتاب المقدس بيرتعبوا من تفسير الكتاب المقدس. أنا شخصيا، وحضرتك تعرف، دراسات إسلامية كثيرة جدا، لم أتجرأ يوما ولم أعطي نفسي الحق في تفسير نص قرآني أبدا،
لأن حجتي ضعيفة أمام الأحباء المسلمين. لو أنا همسك نص قرآني سهل أفسره على مزاجي. لكن أنا أرجع للعلماء الإسلام ماذا قالوا في هذا النص وكيف فهموه، وهذا أقدم حجة على الأحباء المسلمين. فأنت النهاردة لما تيجي تمسك الإنجيل المقدس وتقرأ في المزمور وتفسره، أنت لا قيمة لهذا الكلام لأنك لا فاهم ولا عندك الخلفية الكتابية عشان تفهم الكلام ده شكله إيه ولا إيه المقصود بهذا الكلام. وبالتالي عايز تحط الفكرة الأساسية بتاعتك وتلوي عنق بالزبط. النصوص وتحط اللي انت عايزه على مزاجك. وده بالمناسبة يعني بيوريك ضعف الحجة الإسلامية في الحوار، لو سمينا حوار الأديان. حجة ضعيفة باهتة انت حضرتك بتألف ولا قيمة لما تؤلف فيه. عشان كده الواحد لما يشوف أحيانا تتبعت لي فيديوهات كثيرة، شوف ده رد على ده، ببص من أول يعني خمس دقائق كده على رأيك دقيقتين لا قيمة لهذا بالزبط. الكلام ما بالزبط. فيه الثقل عشان تقول لا دي حتى أنا أرد عليها. لأنه يعني هو بيعمل إيه؟ هو بيترك كل التاريخ، الأناجيل تاريخ. أيوة. فبيترك كل التاريخ ويروح يفسر نبوة على مزاجه. أيوة. ولا يعلم إنه النبوة دي يعني سواء كانت تنطبق على المسيح أو لا تنطبق على المسيح. وإيه معنى النجاة؟ وهل فعلا المسيح نجي من الموت؟ طبعا نجي من الموت بالقيامة. أيوة. يعني ودي الموجودة في عبرانيين، سمع له من أجل تقوى، سمع له من أجل تقوى. وفي فرق إن أنا ممكن أقول إيه، أنا الأخ وحيد نجاني من الغرق، كويس، ليها معنيين حتى في اليوناني، ليها معنيين. ممكن نجاني من الغرق انه منعني ان انا انزل البحر، لان انا ما بعرفش اعوم مثلا. كويس، فاقول الاخ وحيد وجوده معايا النهارده نجاني من الغرق لانه منعني ان انا انزل البحر. دي ما تطبقش على المسيح. ايوه كويس. لكن ممكن اقول الاخ وحيد نجاني من الغرق ان انا فعلا دخلت البحر وكنت هغرق ونزلت جبتني. صحيح. كويس. وده اللي حصل مع المسيح، انه ذاق الموت. كويس، وانه مات وانه قام في اليوم الثالث، ودي النجاة. صحيح. يعني لم تترك نفسي في الهاوية، دي نبوة قالها داود في المزمور، مزمور 4 بالضبط. لم تترك نفسي في الهاوية ولم تجعل قدوسك يرى فسادا. ودي اللي استخدموها تلاميذ المسيح في التبشير في سفر أعمال الرسل. بالضبط. يعني بالزبط. حتى قيامة المسيح لها نبوءات. طبعا طبعا. حتى في هوشع. وليه قام في اليوم الثالث؟ ليه ما عادش اكتر من يعني اكتر من يوم؟ يعني ما عادش اسبوع؟ ليه ما عادش يعني؟ لانه زي ما حد سأل مرة انه ايه اللي خلاه يستعجل؟ ليه ما امشي في اليوم الاخير؟ ايوه. طب اجي انا عارف الوقت بياخدنا. طبعا في نبوء عن كده، بعد يومين يحيينا في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه. بس قبل ما تروح للحته دي انا عايزك تقول لي، عشان حضرتك ذكرت حته ممكن تفهم خطا. قلت انه الانجيل تاريخ، فممكن تدينا اكتر في الحته دي لالا يفهم انه هو مجرد تاريخ. لا لا لا. اوكي. الاناجيل هي يعني الإنجيل هي البشارة عن يسوع المسيح، عن دخوله العالم، خدمته، موته، وقيامته، صعوده. صحيح. كويس. وبالتالي هي ليست تاريخ بمعنى أنه اليوم والليلة عمل كذا وكذا وكذا، لكن اللي ذكر فيها من تاريخ هو حقيقي. صحيح. يعني فيها حقائق تاريخية. أمين. يعني ميلاد المسيح ده تاريخ. صحيح. ولادته من عزراء ده تاريخ. خدمة المسيح في اليهودية وفي الجليل ده تاريخ. شفاء وأقامته للموتى ده تاريخ، مش أحداث وهمية. صحيح. صلبه ده تاريخ. إذن هذا التاريخ صاغه الوحي المقدس بالزبط. وقدموا لنا، فهو تاريخ مقدس فيه عمل الله. بالزبط. يعني ما أقدرش أقول إنه ده اختراع إنسان. صحيح. صحيح. دي حقائق تاريخية، الكتاب تعامل مع حقائق تاريخية وسجلها لنا، لأنه ده تاريخ حقيقي وليست روايات من تأليف البشر. صحيح. صحيح. هذا التاريخ المقدس
صيغة في الوحي بالزبط. لكي ما يقدم رسالة المسيح وخلاص المسيح للعالم لأنه كله. لأنه مهم قوي أنه أفهم أنه إيماننا المسيحي يعني كان في فيديو الأسبوع اللي فات شاركته عن الكاتب غالبا سوري اسمه فراس صباح فراس صباح فبيسأله بيقول له هو حقيقة تاريخية الصلب وصلب المسيح هل دي حقيقة تاريخية؟ قال له أنه قصة المسيح هي أسطورة بمعنى الكلمة مش مهم أنه يكون مات تاريخيا وقام فأنا قلت لا لأنه لو المسيح ما ماتش تاريخيا وقام يبقى احنا في كذبة الإيمان المسيح مؤسس على حقائق تاريخية تمت يا فراس سواح بالضبط هو لا يمكن فصلها. أكبر شخص مع احترامي يعني أكبر شخص مدلس هو الأستاذ فراس وأنا كنت اتصلت مرة لأقيم معه مناظرة وإن كان يسمعني الآن ما زلت أطالبك بمناظرة ولن أطالبك بمناظرة في شيء لا تعرفه أطالبك بمناظرة في كتاب أنت ألفته وأنت تعرف برنامج الدليل وتعرف عنوان برنامج الدليل ارسل لي ونتفق على مناظرة في كتاب أنت ألفته وستعرف يعني جيدا كم الأخطاء المقصودة التي وقعت فيها متعمدا وده هو واحد طبعا من الملحدين المشهورين اللي بيتهجم على الكتاب المقدس وهو لا يعرف ألف بائه في الكتاب المقدس دي المشكلة ويعني أنا أطالبك بهذه المناظرة فإن كنت على قدر ما كتبته أنت في الكتاب الذي لن أقول اسمه إلا لما نتقابل يعني لما توافق على المناظرة أقول لك نظرك في هذا الكتاب الذي ألفته أنت يعني مش حاجة صعبة عليك حاجة أنت ألفتها معناها متمكن منها إذن سأناظرك في هذا الكتاب وأتمنى أنك تقبل هذه المناظرة أجي إلى نقطة مهمة قوي برضو أن حلو أن احنا نطرحها ونتكلم فيها وهي طب إيه اللي حققه المسيح بصلبه يعني شفنا حتمية الصليب لكن إيه النتائج اللي عادت عليا وعليك وعلى البشرية لما المسيح صلب تمام دي الجزئية أظن اللي كان بيسأل على أخونا أبو مهند يعني ماذا سيحدث لو رفضنا بالزبط. طيب أولا لابد أنه المشاهد خاصة غير المسيحي يعرف أن الصليب مرتبط ارتباط كلي وجزئي بالقيامة لأنه لو لم يقم المسيح فأنتم بعد في خطاياكم فإذا الصليب فيه المسيح حمل خطايا العالم كله على في ناسوته وبالتالي مات المسيح ناسوتيا لأن اللاهوت لا يموت ناسوتيا مات المسيح وبالتالي حينما قام كسر الموت وزل الموت اللي هزم العالم كله هو كل اللي عمله المسيح إيه؟ قال له انتوا مكسورين من الموت قال لنا احنا الموت بيهزمكم انا هخلي استقبل هذا الموت في طبيعة البشرية واسمح لروح الانسانية تفارق الجسد الانساني مع اتحاد اللاهوت بكليهما وفي اليوم الثالث الروح الانسانية تعود لهذا الجسد مرة اخرى واقوم بكر من بين الاموات بكورة يعني كلكم بعد كده بكورة الراقدين اللي هم الأموات أنا القائم الأول وأنتم ستقومون في قيامتي وبقوة قيامتي فاللي يرفض المسيح هو إذن خسر الكفارة ما زال عليه حكم الموت الأبدي سيشرب الكأس ويتجرع الكأس كاملة الكأس شربها المسيح عند الصليب هو سيتجرع الكأس وسيتحمل دينونة الله المرعبة وسيكون نصيبه مع إبليس فإحنا النهاردة لما بنتكلم عن الصليب نحن نفتخر بعمل المسيح الصليب وفي ذات الوقت نقدم ما شبعنا به وأدى إلى نجاتنا وخلاصنا إلى الآخرين تعالوا نقدم لكم رسالة الخلاص أنت رافض خلاص أنت براحتك بس ستتحمل عقوبة هذا الخلاص عودة لسؤالك قدم لنا الحياة الأبدية بالموت والقيامة لأنه انتصر على الموت وقام وبالتالي إحنا قمنا في قيامة المسيح
فتح السماء بطبيعتنا البشرية. فتح السماء بطبيعتنا البشرية، إذا نحن كمان رايحين السماء. أيوة. في صعود المسيح إلى السماء سيأتي ويأخذ كنيسته مرة أخرى. إذا الغفران، الاسترجاع الخلود مرة أخرى. ما إحنا كنا خالدين. لما كسرت الخطية الإنسان، لما جاء المسيح الخلود الذي فقدناه في آدم نستعيد مرة أخرى في المسيح له كل المجد. فإذا في عطايا كثيرة جدا وصرنا أبناء الله. أبناء الله بالتبني بالإيمان. بالإيمان بالمسيح. أيوة. طيب أخذ مداخلة من الأخ مدحت من مصر. ألو. أيوة مساء الخير. مساء النور. مساء أهلا النور. بحضرتك. أيوة. كنت عايز أعلق تعليق بسيط كده على موضوع إنما شبه لهم. أيوة. كنت قريت كتاب إن الإسلام اسمه الإسلام بدعة نصرانية. بيفسروا موضوع ان شبه لهم ديت ان ده تحقيق للنبوءة ان لا يكسر له عظم. هم لما راحوا على اساس انهم يكسروا عظام رجله كتقليد بتعجيل موت المصلوب فشبه لهم انه مات. فهو ما ماتش، هو اغمى عليه يعني. لا هو مات، لكن هو شبه لهم يعني عشان ما يكسروش عظم رجليه عشان تتحقق النبوءة، فما كسروش عظم رجليه، لكن هو مات بعد كده طبعا يعني. بس طبعا هل دي مجرد تخريب؟ هو تخريف طبعا. انا طبعا انا مسيحي طبعا يعني، لكن مجرد بقول يعني حاجة كنت قريتها يعني. شكرا ليك اخ مدحت. شكرا ليك. شكرا على اتصالك. الف شكر. يا دي شكرا استاذ مدحت، دي التخاريف الاسلاميه اللي تعودنا عليها. ما هو هو فسر اخذ كده مش ينتبه الى دي تحقيق النبوه اساسا كانت في خروف الفصح زمان. لا يكسر منه عظم. لا يكسر منه عظم. يعني لما كان اليهود بيذبحوا خروف الفصح ضمن الشروط ان لا تكسر منه عظم زي ما هو كده. ليه؟ لانه الفصح هو رمز للمسيح. ف لا ينظر إلى النبوة ولا ينظر إلى المعجزة إنه فعلا كسروا ساقين للصين لما جوا عند المسيح لأمات أسلم الروح. طيب هو ليه هيكسروا ساقه؟ لأنه أصلا مات. فأنت لما بتستخدم عدم كسر الساق عشان تقول ده حي وحلو بعد شوية يقوم، أنت مش فاهم إنه عدم كسر الساق أنت بتستخدمه لتدلل على موت المسيح. ليه؟ لانه هم كسروا الساق دي بيحطوا خشبه. أيوة. كده حضرتك عارف يتنفس من خلالها بيرفع. أيوة. جسمه لفوق يتنفس. لما يجي يتنفس وهو مصلوب وجسمه مشدود بيرفع جسمه كده. أيوة. وياخذ نفس وينزل. كسر الساق بيجعل الموت اسرع، بيختنق بالزبط. ويموت. الصين كانوا لسه ما ماتوش، كسروا ساق الاول والثاني. المسيحيين ما جاءوا اليه قال الكتاب ايه؟ مات. وطلع قائد المئة تقريرا بأنه مات، قدم هذا التقرير إلى بيلاطس. لا، وعشان يتأكد من موته طعنوا بحربة. برافو. يعني ده تأكيد. شكرا. لموته مات. طعنوا بحربة، وهي زي ما يقولوا كده الرصاصة اللي بتتأكد أنه ده مات. بالضبط. كان زمان بيعملوا كده للمشنوق، يعني بعد الشنق يضربوا رصاصة في راسه عشان إيه يتأكد من الموت. فكانت الحربة بهذا الأمر. ضرب المسيح في جنبه بالحربة ليه؟ ليتأكد من أنه مات. مات بعد ما قال الكتاب أنه مات. يعني أنت بتاخذ من كتابي أنا وبتشوه وبتزور على كيفك. بعد ما مات راح مطلع تقرير قائد المئة، قائد مئة جندي طلع تقرير لبيلاطس قد مات. أنت تعرف أنه لو التقرير ده كان غلط كان يحصل يعقب. له إيه؟ يعدم. يموت. يعدم بالتأكيد. يعني عشان كده يعني موت المسيح ده حقيقة، ويعني حقيقة مؤكدة، حقيقة وتكلم عنها مؤرخين، هو حقيقة وحياة. انت لو مش عايزها براحتك بس ما تكذب. ده كمان اتكلم عنها ايه؟ يعني احنا عندنا براهين برا الكتاب المقدس. خارج الكتاب. يعني عندنا تاسيتوس وعندنا لوسيان وعندنا بليني دا يانجر وعندنا يوسيفوس، دول كلهم مؤرخين. ايوه. واتكلموا على المؤمنين الاوائل وعلى المسيح المصلوب.
البعض منهم كان بيتريق على المؤمنين يقول له ويعبدون مسيحا مصلوبا. أيوة. يعني هي ساركاستكس تهريج او سبه، لكنها انا تفرق معايا انه بياكد تاريخ صحيح، انه صلب المسيح ده تاريخ مش وهم. هو طبعا الاسلام اخذ من بدعه كانت موجوده هي الدوسيتيه، انه هم كانوا بيقولوا المسيح جسد، بس البدعه فيها منطق فيها منطق ولوجيك عظيم جدا، مع انها غلط، انه المسيح جسد اسيري، فاوعى تفتكروا انكم انتوا صلبتوا علقتوا، انتوا مش هتقدروا عليه، لانه سيكون انتوا تعتقدوا انه صلب لكنه ما صلبش ليه؟ لانه جسد اسيري. دي الفكرة البدعة اللي كانت موجودة، مش هتقدروا عليه. شبه لكم انكم صلبتوه بس انتم ما صلبتوهش. ما هي دي البدعة اللي انكرت انسانية المسيح. ايوه بالظبط، اللي اتكلم عنها يوحنا في رسائله. صحيح كويس صحيح، لانه كانت بتؤمن انه المادة شر، ايوه، وان الروح هو الكويس، ايوه، فبالتالي لما تيجي للمسيح هو خد جسد لكنه يبدو على انه جسد، أيوة، لكنه مش جسد مادي زي بتاعنا. صحيح. الدرجة كان يقول لك المسيح لما كان بيمشي ما كانش بيترك اثار. ايوه كويس. فدي ما بتنكرش الصلب، بالعكس دي تؤيده وتقول انه صلب، لكن انتم لا وعشان كده حتى القران متاثر بيه، ايه بيقول لك ايه شبه لهم، بعدين بيقول لك وما قتلوه يقينا. ما هي دي الدوسيتية، يقينا ما قتلوه يقينا، انتوا علقتوه بس ما قتلتوه. ده الفكر اللي كان موجود، انه جسد الاسيري غير قابل للصلب. ليه؟ لانه ابن الله، ابن الله لا يمكن انه هو ايه يلبس جسد زي بتاعنا ده مادة. أيوه. لانه بالزبط. المادة شر بالزبط. وبالتالي كانت البدعة انه شبه لكم انكم صلبتوه، ولكنه مش كده. جاء الإسلام تأثر بهذه البدعة وصاغها باللغة العربية، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، لأن فعلا الجزيرة العربية كانت مليانة مهرطقين. صحيح. هي خلينا أقول هي الملاذ مهرب. عارفين استراليا ازاي بدأت؟ استراليا بدأت أن يحطوا فيها المجرمين العتاة، أيوة، اللي مش عايزينهم يعيشوا في إنجلترا، يروحوا محولينهم لإستراليا جزيرة كده ونائية، يبعدوهم عن الحياة. الجزيرة العربية هي المكان الوحيد الذي لم يكن خاضعا للإمبراطورية الرومانية. ما كانوش انترستد يعني انه يحتلوا صحراء. صحيح. فأي واحد مهرتك عايز يهرب لحياته كان يروح الجزيرة العربية. مظبوط. يعني وكانت منفى ايضا لهؤلاء. عشان كده هو اتأثر بالمهرتقين تعليم الخاطئة وليس بالتعليم الصحيح. الصحيحة مظبوط. اذا هنا فكرة ما قتلوه وما صلبوه هي فكرة دوسيتية بامتياز. هذه البدعة التي نقلها محمد بعد ذلك، وإحنا عارفين الرسول الإسلام متأثر برضو بالإبيونية. yes. وهي أيضا يعني في هذا التيار وفي بالزبط. هذا yeah. الاتجاه. yeah. فأنا عايز أقول كلمة للأحباء المسلمين، القضية صدقني مش قضية جدال ونقاش، القضية أكبر من ذلك بكثير، قضية حياة أبدية. أنت دور على حياتك الأبدية وما تعيش على سميع، تقعد تسمع من الشيوخ وتسمع منه، أنت صلي واركع وقول له رب ارشدني. أمين. ساعدني. اديني بصيرة داخلية لأفهم الكلام اللي أنا بسمعه ده لو صح وبتاعك، أنا عاوزك أنت. ما تمشيش ورا ناس. ما تقولش النبي فلان والنبي فلان، سيبك من عيسى وسيبك من موسى وسيبك من محمد، شوف الخالق. الخالق واحد، المعبود مش واحد. تكلم مع الخالق، لا يمكن لو كنت انت امين انه هو يتركك اطلاقا. أمين. لانه قضيه الصلب دي قضيه حياتك، الصلب والقيامه. بالزبط. نعم. من له الابن له الحياه. له الحياه. بالضبط كده. طب اجي لنقطه، نعرف الوقت سرقنا. يعني بشكرك لاجل الوقت الجميل ده، لكن نتكلم شويه عن القيامه، لانه فعلا الصليب مش ممكن نتكلم عنه منعزلا عن القيامه. صحيح. انه القيامة هي النهاية وليس الصليب. ايوه. يعني الصليب مهم لكنه مرحلة مهمة جدا، لكن هذه الفداء اكتمل بالقيامة. صحيح. قيامة المسيح من بين الاموات. صحيح. فما هي اهمية القيامة بالنسبة لنا كمؤمنين؟ اولا المسيح لو لم يقم وحاشا له تبارك اسمه كان اذا الموت هزمه زي كل الناس. ايوه. لكن قيامة المسيح كسرت الموت.
كسرته في الطبيعة البشرية اللي خدها بتاعتي أنا. هو خدها بدون خطيئة. فهو إذن أعطاني هذه المنحة لصالحي. فحينما قام المسيح أدى كل الجنس البشري قدرة القيامة من الموت، بالمناسبة صالحين وأبرار. بس في الآخر في يوم القيامة دول حيتوزعوا بالزبط. اللي كانوا في اللي كانوا مؤمنين بالمسيح دول حيروحوا ملكوت السموات، وأما الأشرار ف إلى جهنم النار الأبدية. وما فيش حد يقول مش نار أبدية، دي برضو تعليم أبدية. جديد وبدعة جديدة. الكتاب قالها في العهد القديم والعهد الجديد أبدية. طيب بعد كده القيامة، إذن إحنا قمنا، إحنا الآن دلوقتي قائمين في المسيح، فكرنا حياتنا مرتبطة بالسماء حتى وإن كان إحنا عايشين على الأرض. القيامة أعطتنا البعد الجديد، أننا آمنا بالمسيح صرنا أبناء الله. القيامة أرسل المسيح الروح القدس بالقيامة والصعود، إن لم أذهب لا يأتيكم المعزي الروح القدس، وحل على التلاميذ في عصرهم. فأنا المخرج بيقول الوقت خلص، فعشان كده بحاول أقول بسرعة كل حاجة. وحضرتك ركزت على قيامة المسيح في علاقتها بالمؤمن أيوة. أو بالإنسان. لكن في جزء مهم آخر، وهو علاقة قيامة المسيح وعلاقتها بالمسيح نفسه. صحيح. لأنها أكدت لنا أن المسيح هو ابن الله. صحيح. تعين ابن الله بقوة من جهة روح القدس. من جهة الروح بالزبط. بالقيامة من الأموات. أيوة. فالبرهان الأكيد على أن المسيح هو ابن الله قيامته من بين صحيح. الأموات. صحيح. أكدت لي صدق المسيح. المسيح قال في يوحنا 5 هتأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. صحيح. إزاي؟ ما هو لا يعني أنت مين علشان فإن لم يكن المسيح هو الذي انتصر على الموت وعارف أنه هيقوم فكيف يعطي للأموات أن يقوموا. صحيح. يعني فأكدت لنا صدق المسيح في كل ما قاله يسوع، أنه بعد 3 أيام هقوم. اتكلم مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة مرات عن أنه في اليوم الثالث يقوم. صحيح. صحيح. وفعلا قام في اليوم الثالث. مزبوط. فهو صادق. صحيح. فإن كان المسيح صادق والقيامة برهنت على كده، فهو صادق في كل شيء. تمام. أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو القيامة والحياة. من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. أنا هو نور العالم. فكل ما أعلن يسوع عن نفسه حقيقة. تمام. وبيخليني أنا أقف قدام نفسي وأقول أوكي، إذا كان المسيح حقيقة في كل ما قال، وإنه لا يوجد خلاص ولا فداء ولا تبرير ولا حياة أبدية بعيدا عن المسيح، إيه أنا موقفي؟ هعمل إيه؟ أمين. لازم ياخد قراره. لازم أخد قراره. صحيح. فالإنسان متروك، عشان كده الرب يسوع أكد لنا الحقيقة دي، وكتاب المقدس أكد لنا الحقيقة دي، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. نشكر رب الأجل وجود الأخ وحيد معانا، كانت بركة كبيرة. شكرا لك أخ وحيد. شكرا. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة. سلام المسيح يكون مع حضراتكم.